إلى المغرب. يعود فرقاء ليبيا إلى التفاوض بحثا عن سلام دائم منتظر. هذه المرة تحتضن الرباط برلماني ليبيا بشقيه الغربي والشرقي في جلسة تصالحية أو هكذا سميت، هدفها رأب الصدع وتوحيد الصف في جلسة مشتركة في قدامس خلال أيام. عسى أن تختتم الرحلة والجلسة بمجلس نواب واحد يمنح البلاد سمة الدولة الموحدة ولو برلمانية. يستعيد المغرب إذن دوره وسيطا أهم لحوار ليبيا بعد أن كان أرضه مسرحا لاتفاق سلام تاريخي أوقف آلة الحرب بين بنغازي وطرابلس، قبل أن تتسلم الأمم المتحدة زمام الأمور وتكمل في تفصيل آليات تنفيذ الاتفاق، لتضع بنودا أممية بخروج الأجانب وانتخابات مستقبلية ومشاركة للسلطة بين الأطراف المتنازعة. بعيدا عن المغرب، تحتضن مصر جولة ثانية من مشاورات المسار الليبي الدستوري ديسمبر المقبل. يحضر الخبر وتغيب التفاصيل. ما تأكد حتى اللحظة مناقشة لبحث قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الليبية. يفترض أن يناقش المجتمعون في القاهرة كذلك الهيكلة الأساسية للاقتراع المزمع تنظيمه في ديسمبر من العام المقبل. وبينما يقترب الحل من طاولة المفاوضات ويبتعد عن فوهة المدافع، تتفاءل رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بمستقبل مشرق للبلاد، تعيد الكرة لملعب الليبيين لاستعادة السيادة وطرد المتدخلين. أتوجه إلى جميع الليبيين بالقول أننا اليوم على مشارف ليبيا الجديدة. نحن قاب قوسين من إنهاء حالة اليأس والجمود والتردي التي دامت لسنوات. ما بين الرباط والقاهرة تقف أزمة ليبيا حائرة بين الأولويات، انتخابات المستقبل أم إصلاح الحاضر، دون إغفال إمكانية عودة الأمور إن أخفق الحوار إلى لغة السلاح ومبدأ فرض القوة.